وهل يجوز للرجل أن يتوضأ بباقي وضوء المرأة والعكس؟ نعم، لا بأس، على الصحيح أن للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة والمرأة كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعد زوجته لما اغتسلت بماء، جاء يريد أن يغتسل عليه الصلاة والسلام، قالت إني اغتسلت منه وأنا جنب، قال إن الماء لا يجنب، اغتسل منه صلى الله عليه وسلم. نعم.